برحب بكل مشاهدينا مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع آخر فقرتنا، فقرة وان شوت. النهارده بقى في وان شوت هنسلط الضوء كده على لقطة إيجابية جدا بطلع حارس المصري مروان صلاح. مروان صلاح مواليد 2004، اللي رفض الاستسلام بطريقة يعني تفرح. طبعا رفض الاستسلام للظروف بعد ما ترك النادي الاهلي بسبب الدمج بين فريق 2003 و2005، وبعد الدمج ده بقى فيه 5 حراس للنادي، فاضطر ان هو طبعا يمشي. وبعد كده راح لسموحه، وبعدين ما لقاش فرصه في سموحه، فقرر ان هو يتقدم للاختبارات بتاعه حراسه المرمى في بايرن ميونخ. بعت لهم كده شويه فيديوهات ازاي هو بيتصدى الكرات وقد ايه هو ممكن يكون حارس كويس. تم استدعائه بالفعل للخضوع للاختبارات، نجح في تقديم مستويات اكتر من رائعه، وخليني اقول لكم ان هو تم اختياره من ضمن افضل 3 حراس مرمى في العالم لتحت سن 18 سنه من بين 2500 حارس في الاختبارات، وانضم بالفعل لفريق الشباب ببايرن ميونخ. مروان طبعا اصر على ان هو يحقق طموحه، ودلوقتي بيعمل معايشه كده ضمن 20 موهبه في العالم في صفوف فريق الشباب بنادي بايرن ميونخ. حاجه طبعا يعني حلوه جدا وتفرح قوي، ان برغم ان هو كان ممكن حد غيره ييأس في الظروف اللي هو فيها، لكن هو قرر ان هو مش هيعمل كده ويفضل كده واثق في نفسه ان هو يعمل حاجه تانية. وطبعا اكيد بنتمنى له التوفيق بقى من احسن حراس العالم ان شاء الله. بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده من اخبار اون تايم. شكرا جدا لحسن المتابعه، والى اللقاء.